أما بعد أيها الأعزاء من المؤمنين والمتجمعين والمؤمنين، فإلى هذه الكلمات: العدل هو الميزان، أول ميزان وأكبر ميزان وأثبت ميزان وأصل ميزان، وأصل الموازين كلها العدل، ولا قيمة تتقدم العدل وهو مقدم على القيم كلها، شرط السلوك السوي القويم والعلاقات الإنسانية النبيلة المستقرة العدل. وما مال من سلوك وعلاقة عن خط العدل إلى الظلم كان سوءا وفسادا ومنهيا إلى خراب وشقاق ودمار. والالتفاف على العدل لا ينسي قيمته ولا ضرورته، ولا يمكن أن يطيل التخدير عنه والسكوت عن المطالبة به حتى عند من كان قابلا للتخدير. الإصلاح الحقيقي الجذري السياسي وغيره هو العدل. وكل التخديرات والشكليات لا تغني عنه ولا تلهي الشعب اليوم عن المطالبة به. هذه كلمات انقصار. المساجد، لا رفع لليد عن أكبر مسجد مساحة من المساجد المهدمة ظلما على يد الحكومة، ولا أصغر مسجد في مساحته، لأن كل المساجد كبيرة مساحة كانت أو صغيرة هي كبيرة في معناها وقيمتها الشرعية وحرمتها في دين الله وضمير الشعب المؤمن ويقينه. على الشعب ألا يقبل أبدا أن يقام مكان أصغر مسجد مساحة أي مشروع آخر من أي نوع، أو أن يلغى مسجد واحد، أو أن تعطل العبادة فيه. وكل ما تم بناؤه بعنوان المسجدية وأقيمت فيه ولو صلاة واحدة بهذا العنوان قبل 1000 سنة أو قبل يوم وفي غير ملك الغير فهو مسجد يجب على المسلمين الدفاع عن حرمته، وألا يترك مصيره لأي إدارة أو وزارة أو غير ذلك. لتصرف دائرة أو شركة أو سياسة ظالمة. الدائرة إذا استطاعت أن تؤدي دورها وانفتح لها الطريق فمرحبا بذلك، إذا لم تستطع فإن المسؤولية لا تسقط عن المسلمين بعجز الإدارة. وأن لا يترك مصيره بيد دائرة أو شركة أو سياسة ظالمة تتحكم في الجميع على مستوى العقول والنفوس والإرادة، وإلا فما معنى أن تتعطل عقول وأن لا يترك مصيره صحيح وأن لا يترك مصيره لما حرم الله وإلا لما لا يترك مصيره كبر مساحة أو صورة لعبث السياسات الظالمة. حرائرنا في السجون، عار أي عار وكبيرة أي كبيرة، ومن الاستخفاف بالدين وكرامة الإنسان وحرمة الأعراض وشرف المرأة أن تودع الحرائر المؤمنات غياهب السجون ويبقين قابعات في العذاب لغير ذنب إلا ما كان منهن من المطالبة بالإصلاح واسترداد الحقوق والأخذ بالحق والعدل واحترام كرامة الإنسان. إن السياسة المحلية لتسجل على نفسها بمثل هذا الفعل الشنيع عارا لا يغسل وجريمة لا تغتفر،
والجرح الذي تحدثه هذه الجريمة في ضمير الشعب لا يندمل، وهذا العار لا يصح للشعب أن يسكت عليه وينام على ضيمه. أجانيات حرائر هذا الشعب، أسارقات هن، أقاتلات؟ إن كل ما يدفعه الشعب برجاله إن كل ما يدفعه الشعب برجاله ونسائه وشيوخه وأطفاله من أثمان باهظة وكلفة غالية، وما يعانيه من ظلم السلطة وقمعها وإمعانها في عذابه، لأنه أمر بالمعروف، لأنه أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وطالب بحقه في الحرية والحياة الكريمة والإصلاح، وأصر على العدل واحترام إنسانيته المهدورة. ومما تلاقيه حرائر هذا الشعب من امتهان ساحق للكرامة، مناف للحياء الإنساني، متعد على الحرية الفردية، متجاوز لما حرم الله، مستخف بشرف الأعراض، ما تواجه به قوات الشغب المرتزقة المستوردة التي تجوب شوارع وطرقات قرانا ومدننا في ساعات الليل والنهار، النساء العفيفات والصبيات البريئات من الكلمات النابية الساقطة القذرة السخيفة. نعم، يواجهون الفتاة بنت التاسعة وبنت العاشرة والمرأة في العشرين والخامسة والعشرين، الشابة في العشرين والخمسة والعشرين، بأقذع الكلمات وأبشع التعابير. فلنمت من أجل أعراضنا، فلنمت من أجل أعراضنا. من وجدتموه يعتدي على أرض فتاة مؤمنة فاسحقوه. من الكلمات التي من الكلمات النابية الساقطة القذرة السخيفة التي تنم عن نفوس لا تعرف الله ولا يسكنها إيمان وليس لها من طهر وخلق كريم أو غيرة أو حمية. وكيف يتوقع من يفعل كل ذلك ويطلق يد هذه العناصر الفاسدة من الناس أن تهدأ للشعب نفس أن تهدأ لأبناء الشعب نفسه؟ كيف يتوقع من الناس أن تهدأ لهم نفس ويقر لهم قرار ويسلموا بالأمر الواقع؟ أترى ذلك إلا أن ينتهي الدين ويموت الضمير وتمسخ إنسانية الإنسان وتفقد الإرادة، وما أبعد كل ذلك عن هذا الشعب الأبي الكريم. لا للذل لا للهوان، لا للذل لا للهوان، ولو توقفت عليه اللقمة ولو توقفت عليه الحياة. نعم للعزة والكرامة، ولو كان ثمنها الجوع ولو كانت ضريبتها الحياة، ولم يكن لها من سبيل إلا الموت ك
كان الموت هادئاً أو صاخباً. هكذا يقول الإسلام للشعوب، هكذا يقول الإسلام للشعوب، وبهذا يقضي الإباء وعزة الدين. وما تنشره الصحافة عن شروط عودة المفصولين إلى وظائفهم وأعمالهم فصلاً تعسفياً يوضح أن شرط عودتهم هو التوقيع على الإقرار بالعبودية والخروج عن الحرية والإرادة والتسليم لأمر لعبث السياسات الظالمة، والتسليم بمالكية الدائرة أو الشركة والسياسة الظالمة التي تتحكم في الجميع على مستوى العقول والنفوس والإرادة. وإلا فما معنى أن من شروط عودتك للعمل ألا تقول رأيك في السياسة، ألا تخرج في مظاهرة أو مسيرة؟ أليس هذا هو الاستعباد؟ أليست هذه هي المصادرة؟ أليست هذه هي الرقية؟ إصلاحكم كذب كذب، إصلاحكم كذب كذب، الشعب منكم قد تعب، إصلاحكم كذب كذب، الشعب منكم قد تعب، إصلاحكم كذب كذب. ضحى الشعب بكل ما ضحى وبذل كل ما بذل من أجل عبودية أشد ورق أقسى وإهانة أمعن وسحق أكبر. هيهات لهذا الشعب ولأفقر فقير منه فيه أن يوقع لكم على صك العبودية والرق والهوان. أتنهبون الناس وتسرقونهم وتصادرون ثروة الوطن وتريدون أن تسترقوا الشعب بما تنهبون وتسرقون وتصادرون من أمواله وثروته؟ لقمة العيش ضرورة، والكسب الحلال حق مكفول، وتوفير فرص العمل الشريف واجب الدولة، ولا تفريط بحق العيش الكريم واللقمة الحلال. ولكن أول ما تستهدفه مقاومة الشعب هو استرداد الحرية والكرامة وحق تقرير المصير. ولا شيء يعوض عن كرامة الدين والتمتع بالحرية، ولا شيء يقع ثمناً لهما. لا حل إلا في الإصلاح الحقيقي. إذا كنا نطلب الحل الحقيقي والخروج من النفق المظلم الذي صارت إليه أوضاع الوطن بسبب السياسة المتخلفة، فالطريق واضح ولا تخطئه العيون، ولا يحتاج أخذ به إلا لصدق وإخلاص وإرادة جادة ونية سليمة وتخلص من النوازع السقيمة. الطريق هو الإصلاح الجدي، وركنه الأساس أن يعطى الشعب حق الاختيار، لا أن يكره إكراها ويقع تحت طائلة الإجبار في حكم حياته وتقرير مصيره. والعملي من هذا الحق، والذي ينبغي ألا يستصعب ولا يستكثر، هو أن يضع الشعب الدستور الذي عليه أن يخضع لمقرراته، ثم وعندئذ يتحمل الشعب مسؤولية هذا الدستور بما هو عليه من حق وباطل واعتراف بالدين أو تنكر له وإصابة أو خطأ ومصلحة أو مفسدة. وإذا كنا نطلب بقاء الأزمة واستمرار السير في النفق المظلم وبقاء المتاعب للوطن، فلنبحث عن شكلية هنا وعن شكلية هناك، و نضع عليه ونصفها بعنوان الإصلاح تبرعاً ومن غير استحقاق، ونحاول أن ننفتح أن ننفخ فيها ونحاول أن ننفخ ونحاول أن ننفخ ونحاول أن ننفخ فيها روح الحياة عن طريق التضخيم الإعلامي من دون أن يجدي ذلك شيئاً في الحل. هناك أمور تعطى عنوان الإصلاح
ولا علاقة لها به، وأمور أخرى قد تحمل شيئاً من ذلك وتلامسه بعض ملامسة، إلا أنها أمور هامشية لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا تغير من طبيعة الظلم والتسلط شيئاً، ولا يمكن أن تقنع مطالباً بالإصلاح لفقدها الجدوى والجدية. الإصلاح الذي سبب غيابه كل هذه الأزمات، والصورة البشعة من الظلم والانتهاك الحقوق والحرمات، وفي حضوره إنقاذ الوطن وعلاج للأوضاع المتدهورة، والذي تحرك من أجله هذا الشعب لسنوات وسنوات وقبل ربيع الثورات العربية بكثير، هو أن تصدق عملاً المقولة التي اعتمدها الميثاق والمعلنة بأن الشعب مصدر السلطات، فهو الذي يضع الدستور وبإرادته يتم تصميم العملية الانتخابية وتوزيع الدوائر بحيث يكون لكل مواطن صوت، وهو الذي ينتخب المجلس النيابي وبإرادته يتم تشكيل الحكومة والسلطة القضائية. وفيما عدا ذلك فإن كل ما يعطى عنوان الإصلاح لا أهمية له، ولا يملك أن يقنع، ولا يسد باب الفساد، ولا يحل المشكل، وهو من تضيع الوقت ومن طبيعته أن يمد في عمر الأزمة ولا يقصر منه. ولحد الآن لا باركة أمل في إصلاح جاد حقيقي قريب، إذ لا مؤشر على توجه جدي بهذا الشأن. ويمنع من أي تفاؤل بهذا الإصلاح ما يشاهد من عنف وشراسة ومواجهة دموية لأي مسيرة سلمية احتجاجية معبرة عن الرأي ومعلنة عن مطالب الشعب، والملاحقة المشددة والعقاب الجماعي لأي تظاهر ولو من بعض الصبية في سن 9 والـ8 وما هو أقل في قرية من القرى وفي أي طريق من طرقها وزاوية من زواياها. الشغب حاضر ليستعمل أقصى الأساليب في مواجهة 20 صبي يخرجون في تظاهرة، وعليك مع ما تعاين من ويلات وتعاني من مآس على يد السياسة الظالمة أن تعترف بصوت عال بأن البحرين تتمتع بحرية التعبير وتوفير حقوق المواطنة وبديمقراطية متقدمة تحسد عليها. وإذا قلت لا وطالبت بالإصلاح فأنت الخائن، المفسد، المتآمر، المحرض، الذي لا مكان لك إلا السجن، وبقاؤك خارج السجن إنما هو تفضل عند البعض وعند آخرين جريمة. بقائي وبقاؤك خارج السجن يحكم عليه البعض بأنه جريمة، وكل ذلك يزيد من الإيمان بالمطالبة بالإصلاح الجدي وإن غلى الثمن.